بس مباشر من قصر السينما. الشاعر سعد عبد الرحمن. أحيي كل المشاركين في برنامج وكل من ساهم في نجاحه. كلميني عن الأكلات في الطريقة المهدية. في المهدية بالنسبة للأكل أعتمد على التعاون. من يكتب تاريخ ثورة 25 يناير ليس المؤلف، وإنما من شاركوا في صنع الحدث. وبعدين العيب الثالث بقى من أي من حتى من قبل الوفد، وفد سعد زغلول، يعني الانقسامية، إنه تلاقي إنه الوفد ينقسم، تبقى فيه كتلة وفيه مش عارف إيه، وبعدين الكتلة تنقسم وهكذا. نفس الشيء بالنسبة لنا. حدث طبعا تقدم نسبي في الفترة الأخيرة في الحتة دي. بس أستاذ سعد، الانقسام ده داخل من داخل رحم المعارضة، ولا إحنا كنا دايما نقول أمن الدولة بيخش، يعني أمن الدولة يفشل أي تجمع؟ الاثنين طبعا، ده جزء منه طبعا. مؤامرات الخصم، الخصم طبعا شغال، وده لازم تبقى متوقعه. الحاجة التانية إنه الذاتيه انه والله ده يسر عاوز يبقى زعيم، انه سعد عاوز لا يبقى زعيم، فيبقوا الاثنين بيتبنوا نفس البرنامج، انما هم يبقوا حزبين. بص يخسروا برضه، يعني شوف مثلا عندنا كام حزب يساري، عندنا حزب التجمع والتحالف الشعبي ومش عارف اشتراكي خمس. قول لي فارق موضوعي بين مواقفهم كله؟ ما فيش فرق في بما في ذلك، ابتداء من التجمع انتهى بالحزب الشيوعي المصري. كله نفس البرنامج. ما فيش اي خلاف موضوع. الخلاف ذاتي بين عدد محدود من القيادة، وده تقدر تطور ده على المعارضة كلها، على المعارضة اليسارية والليبرالية كلها. ليه ما تبقى؟ عشان كده كانت خطوة جبهة الانقاذ خطوة الى الامام. بس المشكلة بقى الحظ السيء لجبهة الانقاذ، انها جت في ظرف الشارع سابق النخبة. وده راجع لسبب تاني بقى كمان اعمق، انه نخبة ما بعد الاستقلال سواء اللي في الحكم ولا اللي في المعارضة، تاريخ صلاحيات انتهى. مش بس في مصر، هتلاقي في العالم العربي كله. لما تيجي توسع دايرة الرؤية، بص مثلا النخبة، نخبة ما بعد الاستقلال في العراق وصلت ليه؟ وصلت انه يبقى فيه في الحكم صدام حسين، اللي يعني مارس هذا الاستبداد البشع، بس المعارضة بتاعته تدخل البلد على دبابات الأمريكان، وانه تتقسم العراق زي ما انت شايف، وعلى جثث العراقيين، وتشوف ان العراق الوقت بتتقسم الى بهذا الشكل. بص للنخبة الفلسطينية، هتلاقي انه يبقى حماس، وهتلاقي وابو مازن، ويبقى الاثنين كل منهما يستطيع ان يتحدث مع الاسرائيليين اسهل ما يتناقشوا مع بعض. بص للنخبه السودانيه عملت ايه في السودان وقسمتها جنوب وشمال، ولسه شرق وغرب. بص للصومال اللي اصبحت لا دوله من اصله. بص للنخبه المصريه، مصر برضه معرضه، يعني مصر الدوله يعني اقدم دوله في التاريخ معرضه الان للتفكك، وجرثومه التفكك تعمل بنشاط وجديه، بل ان التفكك بيصل للامه الان مش بس للدوله. فالنخبه، وده كل معناه ان نخبه، لما تيجي نخبه ما بعد الاستقلال بعد الحرب العالميه الثانيه، هذه النخبه بينتهي تاريخ صلاحيتها. ودي هذه النخبة اللي انتهى تاريخ صلاحيتها، هي نتيجة لأن عندها خبرات السن، يعني استطاعت انها تحتوي النخبة الجديدة اللي هي بدأت نخبة الشباب الجديد، وتستولي على الثورة منه. بس لأنها أعادت إنتاج النظام القديم، فأعادت إنتاج أسباب الثورة أيضا. وعلشان كده الأمل دلوقتي في تجديد دماء النخبة. لا تستطيع أن تبني دولة فتية بنخبة هرمة وشاخت في مقاعدها سواء في الحكم ولا في المعارضة. وعندنا تلاحظ في الفترة الأخيرة أنه الإخوان اللي هم في الحكم شعبيتهم بتتناقص جدا. جبهة الإنقاذ باعتبارها مظلة الأساسية للمعارضة، جاذبيتها الجماهيرية تقل أيضا في الأسابيع الأخيرة. لصالح مين؟ لصالح مين؟ إنه ده بيخلق فراغ. الطبيعة تكره الفراغ، مين اللي بيملأه؟ بيملأه الوقت
حاجتين، حاجه جيده وايجابيه وحاجه نحط ايدينا على قلبنا منها. فلول، الفلول من ناحيه ايدينا نحط ايدينا على قلبنا طبعا. وانما في عندك شباب. انت حركات ثوريه وشبابيه جديد. وعشان كده دلوقتي الذي يقول الشارع هو اللي بيقول الموقف. أيوة وليس مرسي وليس البلاجعي وحمدين صباح. اللي بيقول هو الشارع. حتى من الملفت للنظر اخر بيان لجبهه الانقاذ افتكر امبارح البيان يعني يقول لك نلجا للشباب، يقول لك احنا هنشوف الشباب يقرر ايه وهنعمل. يعني انت مش الشباب اللي بيقول، يعني ده اعتراف بانك انت انك انت بره الموضوع. وهو بالفعل لان هم في انتهازيه سياسيه يا استاذ سعد. يعني انا براقب المشهد. الانقاذ مش قادر يقول الكلمة اللي بيقولها الناس في الميدان انه يسقط النظام. هو مرتبك بين انا يعني مش عاوز استخدم تعبير قاسي بتاعك اللي هو بتاع الانتهازية السياسية، عاوز استخدم تعبير تاني. هقول انه هذه الجبهة مرتبك. يعني بص البيانات بتاعتها، انا طبعا متعاطف جدا مع جبهة الانقاذ طبعا، واحنا كلنا متعاطفين كويس، بس في نفس الوقت بص البيانات الاخير هتلاقي البيانات حائرة ومرتبكة بين ايه؟ بين الاستمرار في الثورة وبين الاشتراك في اللعبة السياسية واخد بالك. فهتلاقي نفس البيان يتكلم عن حاجتين متناقضتين، يرفع شعار اسقاط النظام وفي نفس الوقت الحوار مع النظام وهنزل انتخابات. طب ما انت لا، دي سكه ودي سكه. دي لها استراتيجيه ولها متطلبات، ودي لها سكه واستراتيجيه ومتطلبات تانية خالص. ففي الارتباك ده انت بترقص على السلم، و الشباب دول اللي بيطلعوا بقى رافضين هو بيفرض هيطلع لك. وبالتالي انت قدام نخبة جديدة فتية بعبلها بتتصدر المشهد الآن. النخبة دي ماسكة المولوتوف يا استاذ سعد ولا ماسكة ال في هي فيها يعني فيها فيها يعني التدمير ولا تدمير القديم عشان نبني فيها حاجات، فيها حاجات كثيرة، فيها اتجاهات كثيره. ومن الصعب نقول انه هيبقى التيار السمه السائده بتاعتها ايه. ما نقدرش ان احنا نحكم على كده، لانه بقول لك انت قدام واقع جديد ومتغير بسرعه شديده جدا. وما ينفعش انك انت تقعد تقول ادانات اخلاقيه. قول زي ما انت عايز. هيطلع لك امبارح الولاد قفلوا مجمع التحرير وكتب عليه يافطه مغلق بامر الثوار والمجد للشهداء. وقفلوا المترو هذا معنى هذه بدايات لعصيان مدني. انت وبعدين ده مش عصيان مدني بس كده، يعني ممكن انه يتطور يعني بعد شويه. ده انت عندك انت ثلاث محافظات عندك مارسة العصيان المدني بالفعل، اللي هي محافظات القناه. يعني لما رئيس الجمهوريه طلع اعلن حاله الطوارئ وحظر التجول تفننوا في إهانة هذا القرار، وهذه صورة راقية من صور العصيان المدني. وبالتالي عندك أنت الوضع فيه سيولة كثيرة، وأعتقد أنه في المستقبل القريب والأيام القريبة القادمة حبلة بتطورات هتدهش الجميع بمفهوم إحنا، لأنه زي ما بقول لك أنت قدام واقع جديد وعالم جديد ونخبة جديدة. سؤال سيدك يا أستاذ سعد، كيف نخرج من هذا النفق؟ كيف نخرج من هذا الـ 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 المأزق الشديد شوف اللي بتتشكل فيه التيارات؟ والله في كان يعني كان الخروج من المأزق كان سهل، وكان سهل بقرارات بسيطه، يعني بحاجات هقول لك مش بحاجات بسيطه، بكلام محمد مرسي نفسه. ازاي لو انه محمد مرسي اوفى بتعهداته اللي قالها في بيان فيرمون جمعية التأسيسية، يعني خد مثلا اول تعهد اللي هو اعادة التوازن الى تشكيل الجمعية التأسيسية. لو انه عمل دي بس ما كانش ترتب عليها كل التعقيدات دي بما فيها الدستور الكارثة اللي احنا عايشين في ظله. لو انه واوفى بتعهده بانه لا يطرح للاستفتاء الشعبي دستور لا يحظى بتوافق، ما كانش حصل المأزق ده ولا الإعلان الدستوري ولا كل الكوارث اللي عملها. لو انه اوفى بتعهده بانه في الفترة الانتقالية دي الصعبة تقودها حكومة انتقالية انقاذ وطني، تقودها شخصية وطنية مستقلة مش الأستاذ هشام أنديل صاحب نظريات الرضاعة، كانت الوضع يختلف.
كانت الامور دي كلها اختلفت وليت امور مش صعب. وانا بقول ده ليه؟ لانه في مثل هذه المراحل، مراحل التاسيسيه، انت بتاسس لجمهوريه جديده. هذه المراحل التاسيسيه بطبيعتها تحتاج الى توافق. يعني انا لا ليس الرد على اقصاء الاسلاميين لغيرهم الان، ليس الرد هو اقصائهم، بالعكس. ربما تكون كلمة السر الآن هي التوافق بين تحقيق التوافق. المهمة التي فشل الإسلاميين في تحقيقها وبالذات الإخوان المسلمين، ربما الرد يعني كلمة السر الآن هي إعادة الحياة، يرد الاعتبار إلى فكرة التوافق الوطني. لأنه أنت في مرحلة بناء، في مرحلة الأول بترسي دعائم دولة، الأول ارسي دعائم الدولة اللي بتتفكك وبتنهار قدامك، وبعد كده نتصارع سلميا على تبقى يمين ولا يسار. وليه ما بنتعلمش من الدرس السعد؟ يعني لسه برضو فهمتكم اخيرا. يعني الدنيا عماله بنفس سياسه مبارك، ما زال برضو ما يسر لانه نفس النخبه القديمه اللي بنتكلم عليه التي انتهى تاريخ صلاحيتها، سواء كانت نخبة في التيار الإسلامي أو في المعارضة أو في الحكومة. يعني مثلا قيادة الحالية للإخوان المسلمين أسوأ قيادة مرت على الجماعة منذ أنشاء حسن البنا. يعني دور لي فيهم على مفكر كده في الجماعة دي، اللي كان سن عبد المنعم أبو الفتوح، اللي أنا بقول لك ما طردوه فصل. إنما هات لي في الجماعة الوقتي مفكر واحد، سواء في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في أي حاجة. لا، وفرق كبير بين إدارة جماعة وإدارة دولة، يعني طبعا. بين كشك ما أنا بقول لك إذا كانت هذه الجماعة هي اللي في إيدها مقاليد الأمور الوقت، حتى قيادتها شاخت. يعني هنا انتهاء تاريخ الصلاحية ده يسري على الجميع. الجميع كل دول انتهى تاريخ الصلاحية. وعلشان كده أنا أنظر بأمل إلى شباب الإخوان. شباب الإخوان بتنظر لهم بأمل إن هم يكسروا المسألة من الداخل طبعاً، ولا إن هم يضيفوا للبعد المشهد السياسي. أنا مش أنا لا مش هقول لهم هم يعملوا إيه، بس هم أنا أعول على شباب جميع التيارات إنه يجددوا دماء مصر. يعني التيار مثلا أعول كثيرا على في الوفد وفي التجمع في اليسار، في اليسار في اليسار انا اتطلع الى قيادات جديده. مش برضه لا يعقل برضه يا استاذ سعد، وانا عارف الحساسيه اللي ممكن تبقى موجوده. هو الدكتور رفعت السعيد عنده كم سنه؟ 75. يعني تخيل حزب التجمع اللي بينادي بالتغيير، والوفد السيد خلاص الراجل هيمشي يوم 27. يعني اقصد كل رؤساء الاحزاب. يعني انا كنت دايما اقول الشعب لما قال الشعب يريد اسقاط النظام لم يكن يقصد حسن مبارك طبعا، ولكن النظام بشكل عام تغيير وجه. عشان كده بقول هو الأمل الآن في نخبة فتية جديدة في كافة الاتجاهات، ومن هنا أنا كنت بقول لك أن أنا أعول على شباب الإخوان، لأنه شباب الإخوان عنده تجربة لم تتح للحرس القديم عنده في الإخوان المسلمين. الشباب دول ناضلوا في معارك مشتركة مع الليبراليين ويساريين وما إلى ذلك، هذه الخبرة لم توفر للحرس القديم بتاعه. قعدوا مع بنات في ميدان التحرير، المرشد ومكتب الإرشاد ما عندهم، ما بيسلموش حتى على واحدة ست. قالك منين إن هم ما قعدوش مع بنات الإخوان الكبار؟ لا طبعا لا، مدرسة مغلقة ومحافظة جدا. هو الإغلاق بالعكس، المفتوح هو اللي بيبقى أفضل يعني على الملأ. فأنت يعني عندك أنت الأولاد دول دخلوا كان معهم بنات من الجامعة الأمريكية ومن الجامعات المصرية في ميدان، وبيغنوا وبيعملوا يسمعوا على الأقل. لهم تجربة مع المسيحيين، دخلوا مع شباب المصريين المسيحيين، ما دي تجارب كلها جديدة بالنسبة له، وشافوا الأفكار الأخرى، وشافوا الولاد اللي بيموتوا جنبهم بيستشهدوا مع بعض، ودم ده اختلط بدم ده، مفيش حاجة اسمها دم الإخوان، مشكورات الدم بتاعته مش مختلفة عن لا. فأنا وبعدين ده شباب طالع حتى لو عنده لسه تقاليد السمع والطاعة، تقليل السمع والطاعة في عصر ثورة الإنترنت وفي هذا المجال المفتوح أفتكر هتبقى مختلفة شوي، وهيطلع لك وبالتأكيد هتطلع أفكار. وطلع فعلا، يعني ما طلع منهم انشقاقات زي بتوع التيار المصري وغيره،
الامل بقى ما يبقاش انشقاقات بس، يبقى فيه وما تبقاش انشقاقات مظهريه والجوهر واحد والتصالح في الاخر بيتم يعني بنعدد بس طبعا. الاشكال لكن بالزبط. يبقى انشقاق حقيقي نفس او الشيء حقيقي. نفس الشيء ينطبق على التيارات الكل لانه انت عارف احنا عندنا طبقات متكلسه تكلست في عصور الاستبداد دي خلق عمل التكلس على كافه على الجميع حتى في الحوار في الحوار الناس مش متعودة انها تتناقش ولا عشان كده بتتخانق لانه ما كانش عندك انت منابر الحوار كان كله تكلم الافواه فلما بدأنا نتكلم مع بعض احنا دلوقتي بنكتشف بعض المصريين بيتعرفوا على بعض لانه ما كانش عنده الفرصة دي وعشان كده انا مش متشائم بالنسبة للمستقبل رأيي انه الامور والقطر طلع يعني هندفع ثمن التغيير هندفع ثمن التغيير بس زي ما انت بتقول القطار غادر المحطة خلاص انتهت المسألة. استاذ سعد هو الكاتب يعني بعيدا واقترابا ايضا هو الكاتب لابد ان يبقى له ايديولوجيا خاصة ومعسكر سياسي فكري ينتمي اليه. اهم حاجة بالنسبة للكاتب استقلاليته الفكرية والأخلاقية ده مش معناها مستقل معش معناها انه ملوش انه هو ماشي هنا شوية وهنا شوية لا يعني زي ما بقول لحضرتك انا مثلا على سبيل المثال انا يعني بتشرف ان انا بنتمي الى معسكر اليسار ولكن عندي بحاول باستمرار ان يبقى عندي استقلالية فكرية بمعنى ايه معنى انه والنزاهة الفكرية مطلوب انا مثلا بيعجبني من ضمن الاسلاميين اللي بيقولوا وبعتقد ان عندهم نزاهه فكريه عشان اقرب لك الحكايه ما تبقاش بالنسبه لنا احنا ناجح ابراهيم ناجح ابراهيم ناجح ابراهيم عندي نموذج هو ونعيم مع اسمه نبيل عبد النعيم ومستشار طارق البشري طبعا يعني احنا شوف ما انا بقول انما واحد زي ناجح ابراهيم اللي طالع من الجماعه الاسلاميه وتجربه كان فيها عنف وما الى ذلك بعد المراجعات وغيره الآن هو عنده قدر كبير جدا من النزاهة الفكرية والتسامح والاستقلالية في التفكير ومش أي حاجة من الإسلام السياسي تبقى صح ولا كذلك بالنسبة لي فالكاتب يحتاج إلى درجة من درجات الاستقلالية الفكرية وعلشان كده دايما بيبقوا الكتاب صعب من كله. ويبقى صعب كمان استيعابهم في اطر حزبيه يعني ما هو السهل ان هو ينضبط حزبيه انا كنت لسه عاوز اسال حضرتك يعني الكاتب حزب الواحد طبعًا. يعني طبعًا. هو اللي بيشكل راي عام وحضرتك ما انضمتش للتجمع بشكل لا أنا من ضمن يعني المؤسسين لكن انت ما غرقتش في الكوادر بتاعت لسه على اساس استقلاليه يعني بالظبط كده يعني حتى لما جبهه الانقاذ بدات يتم انشائها اتصل بي عدد من اصدقائنا يعني قلت لهم انا صديق لجبهه الانقاذ بس ما احبش ان انا ابقى عضو تنظيمي فيها لانه حتى مهنيا ما اقدرش لو انا عضو فيها لا استطيع ان انا ادافع عنها اكتب انما دلوقتي انا مش عضو فيها فما استطيع ان امدح وان اقدح ولا تستطيع ان تتحاور مع الطرف المعارض ليها يعني رغم انه انا قريب منها فديت فيه بيبقى فيه بس في خيط بين طبعا كل واحد فينا عنده انحيازات ومرجعياته سواء ايا كانت هذه المرجعيه انما في الخيط بتاع الاستقلال الفكري والنزاهه الفكريه ده اللي نحافظ عليه باستمرار. استاذ سعد في حاجه كانت بتشغلني دايما في تجربه العالم اليوم. يعني العالم اليوم تجربه يعني من الجرائد القديمه جدا او اوائل التجارب اولا اوائل التجارب الاقتصاديه الجريده الاقتصاديه المتخصصه لكن الاهم من تخصصها الاقتصادي انها كانت تدافع عن رأس المال وتدافع عن رجال الأعمال والقطاع الخاص وفي نفس الوقت كانت الحاجة اللي بتشغلني دايما كل أقطاب الكتابة بتوع اليسار راحوا اشتغلوا فيه ده سؤال مهم واخد بال حضرتك من أول صلاح حافظ طبعا هو اللي ودانا ولحضرتك لكتاب كتير للدرجة اللي اتقال ساعتها ده بيدجنوا زي بيدجنوا كتاب اليسار ده سؤال كويس. أولا تجربة العالم اليوم
انا مشارك فيها منذ اللحظه الاولى في تاسيسها. واللي خدني هناك انا ما كنتش اعرف الاستاذ عماد اديب لانه من جيل بعدي وهو مدرسه مختلفه عني خالص. انما اللي عرفني اللي خدني هو صلاح حافظ. انا وعدد من الزملاء هو اللي اقنعنا بان احنا نروح يعني. وانا سعيد بهذه التجربه. تيجي تقول لي ازاي واحد يسار يشتغل في جورنان راس مالي؟ لا بعيد عن المهنيه. لا ما لا لا ما ديت برضه عايز الشرح. عايز الشرح ديت قريبه من انك انت طبيب تشتغل في مستشفى حكومي او تشتغل في مستشفى استثماري او تشتغل في مستوصف. انت دكتور في الثلاث حالات دول وبتمارس نفس المهنه بنفس الضمير وبنفس وبنفس المهنيه. لا اختلف مع حضرتك. لا ازاي ما انا اقول لك انا انت رايح بتعالج الناس في في انت المريض ده بقى هيدفع فلوس مش هيدفع فلوس ده المستشفى ديت نظيفه المستشفى ديت مش عارف ايه ده موضوع تاني. ما هوش انت مش شغلك انت رايح تعمل شغلتك كطبيب. احنا برضو بالنسبه لنا كده كصحفيين هو انا لما اشتغل لما اشتغل في جريده الجمهوريه او في جريده الاخبار ما الجريده بتاعت الحكومه وانا ضد الحكومه انما كنت بتحافظ طول ما انا في الجمهوريه بشتغل في جريده الحكومه ان انا لا اتورط لا في تأييد لا حسن لا انور السادات ولا حسن مبارك ولا غير زي ما انت عارف ناخد بالك والحمد لله في ارشيفات موجوده يعني ناخد بالك ويجي لك رؤساء تحرير ساعات يعني ما أنزل الله بهم من سلطان وبتاع إنما أنت بتحافظ على مهنيتك في هذه المسألة. فدي جرائد الحكومة دي بتاعت الحكومة أنا مش تبع الحكومة. لما اشتغلت في جرائد خاصة عربية مثلا أنا ما أعرفش تمويل الجرائد ديت المجلات ديت جاية تمويلها أو تبقى عارف وما إلى ذلك بس أنت شغلتك أنت طبيب في المستشفى. الحاجة الثانية أنه بالنسبة بقى كذلك لما أنا اشتغلت في العالم اليوم منذ افتتاحها من 20 سنة لغاية دلوقتي ما افتكرش أن أنا تورطت أن أنا أكتب مقالة مدح في الرأسمالية أو في الرأسمالية المتوحشة أو في أو رجل أعمال بعينه أو ما إلى ذلك خالص على الإطلاق. ولا الجورنان ومحدش الجورنان يعمل الجورنان يعمل من حق صاحبه انه هو هو بعد ما بيخدعكش هو من اول بيقول لك والله انا خطي كذا وحدودي كذا. فكان الاتفاقات الاولى مع الاستاذ عماد اديب على ان ده جورنان للليبرالي يتكلم على يعني هيبقى فيه خطوط أساسية. بس كان من ضمن هذه الخطوط أيضا إذا هو مع أنا طبعا أنا شخصيا ما نش مع الاقتصاد السوق وليه تحفظات عليه ومحدش هيمسك إيدي عشان أكتب مقال مثلا إنما كان فيه اتفاقات تانية مهمة إنه مثلا ضد التطبيع مع إسرائيل ضد الرأسمالية المتوحشة مع حقوق مع شروط ما يسمى بالديسنت جوب او العمل اللائق وغيره. وافتكر انه العالم اليوم الى حد بعيد حافظت في سنين طويله على هذه القيم والمهنيه بتبقى عاصم في الحكايه دي بتبقى عاصم مهم. وده سبب انه في كتاب يساريين كبار وليبراليين كبار كانوا بيكتبوا في العالم اليوم. الان العالم اليوم والصحافه الخاصه بشكل عام او جزء منها في محنه شديده جدا. وخصوصا الصحافة القومية في محنة أشد. لا الصحافة القومية كان الله في عونها في ظل الأخوانة. يعني دي مش أخوانة وبس ده أخوانة ده في بعض الأماكن يا ريت بيبقوا أخوانة. يعني أنا مستعد إن أنا أتعامل مع إخواني مع سلفي مع أي جن أزرق لأن هنبقى في النهاية هنوصل أنا عارف أرضيته الفكرية إيه وهو عارف أرضيته الفكرية إيه فهنبدأ نعمل وسطانة للمسألة وهتمشي. لكن المشكلة إن دول لا مهنيين ولا اخوان ولا ليهم علاقه باي حاجه لكن انا علشان الطفيليات دي بتطلع في المراحل اللي زي لكن انا هرجع لنقطه الاختلاف مع حضرتك في مساله الصحفي زي الطبيب. الطبيب او بيعمل مهنه معينه او بيعمل عمل مقابل اجر كويس ده في المطلق ده لما يبقى في مجال الشغل العادي المحرر العادي. لكن لما يبقى في قامات فكريه يعني في يعني هو اساسه الفكري واساسه اللي خلاه مثلا ممكن يخش السجن علشان فكره علشان راي علشان موقف واخد بال حضرتك هو نفسه
اللي رايح يعني انت مع وحضرتك وكل اليسار واحنا كلنا ان لم نكن ننتمي حزبيا لكننا فكريا الانتماء الفكري والانتماء الفكري انا بعتقد اشد من الانتماء الحزبي. احنا مع قطاع عام مع حقوق بسطاء مع حقوق كذا مع حقوق كذا. انت في جريدة تشجع الرأس المال الحر, هي مع خصخصة خصخصة القطاع العام, هي مع ان العمال العمل مقابل الاجر والانتاج وكذا وربط الاجر وربط الانتاج مش بالاسعار مش بالاسعار ولا بالحقوق الاجتماعيه ولا ما يعرفش الكلام ده. طب انت ككاتب بقى يعني سعد هجرس الكاتب اللي بيمسك القلم ده مش بتحس بمشكله تطحنك من جوه وانت شايف؟ لا ما بتقول لا ما عنديش مشكله في ديت. ليه؟ ومش انت بس لا يعني ما اقول لك بقول لك ما عندناش مشكله في ده لسبب بسيط ان احنا بنكتب قناعاتنا نكتب قناعاتنا حتى في نفس الجريده بالك يعني في هنا تفرق بين بقى ما جت المهنه تريحك فيه انك تفصل بين الراي والخبر. تمام. التغطيه الخبريه إيه زي ما هي زي ما هي زي ما هي بس بتتلون احيانا. لا ما هو ديت ده لا يعني ما احنا عشان بنحط قواعد يعني وفي ثلاث حاجات الفصل المعروفه اللي بنقولهم لاولادنا في كل المهنه, الفصل بين الملكيه والاداره, الفصل بين الخبر والراي, الفصل بين التحرير والاعلانات. واخد بالك انت لو تعمل الثلاث حاجات دول بتحافظ على مهنيتك لحد كبير جدا جدا. على سبيل المثال انا شخصيا كتبت ضد الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي وضد راس مال متوحشه وكتبتها في العالم اليوم وكتبت 100 مره فيها انه ما ايه بقى دافوس دي, احنا مالنا ومال دافوس. دافعت عن بيع القطاع العام في ودافعت عن بيع عن القطاع العام واخد بالك دافعت انه ما هياش انه في قطاع عام في اي دول راسماليه في قطاع عام كمان. لا دافعنا ما في ومفيش حد بيمسكك وانا اشهد العماده دي بانه عمره ما رفع عليها سماعه التليفون وقال لي انت كتبت كده ليه ولا انت بتكتب ده ليه, ما حصلش يعني لا ليا ولا الغير. انما ده مش معناها انه ان انا موافق على الجورنال ده بالشكل ده بالعكس, وخصوصا انه كثير من هذه القيم اللي بنتكلم لا تاكلت يعني في صحفيين كتير دلوقتي بيقلبوا اعلانات وهذه كارثه دي يعني ديت بتبقى ديت في صحفيين ما بيخلطوا الخبر بالراي بالك وده في العالم اليوم وفي غير العالم اليوم في كل الجرايد او في معظمها على الاقل. فانما في الاخر انت الوقت المهنه نفسها داخله في سكه جديده. خلي بالك احنا ما بنتكلمش عن الصحافه بتاعت يعني شوف بنتكلم عن موسى صبري وعن مشاف الاخبار والجمهوريه وبتاع. الوقت انت في ظل عصر ثوره المعلومات الاعلام انت داخل الوقت في عصر مش داخل دخلت في عصر بقى فيه اللي بيسمى المواطن الاعلامي. اي مواطن معاه تليفون محمول وفي كاميرا ده صحفي على الفيسبوك وعلى الفيسبوك وعلى التليفون المحمول وعلى بتاع بقى خلاص الوقت عندك انت وصلت النشر بتاعته الوقت بقى فيه الاعلام بياخد اوضاع جديده جدا جدا واحنا لازم نتاقلم مع هذه الاوضاع الجديده بسرعه شديده جدا. لا يعني ما عادش ينفع الوقت انه في حد ان هو وزير اعلام ان هو يشتغل بالمنطق يفرض لك شروط وحدود. ليه؟ لانه هو يحط زي ما هو عايز قواعد. انت على اللابتوب بتاعك وانت بتعمل جريده لا انت محتاج تصريح من حد ولا تمويل من حد ولا اي حاجه بس بادئين اهو وبعدين هيشوفك الناس في امريكا وفي استراليا وفي الصين وفي بلاد تركب الافيال. انت في عالم جديد وفي والاعلام هياخد فيه اوضاع جديده جدا. انما نرجع بقى للسؤال بتاعك انا شخصيا ماني شايف ان في تناقض. انا شوف انا مستعد اكتب في على طول القاعده اللي انا حاططها كده اكتب في اي جريده اي جريده في مصر وفي المنطقه العربيه وفي العالم فيما عدا الجرايد الاسرائيليه. ان انت تساعد للكتاب انا مسؤول عن المقاله التي اوقع تحتها. طب برضو في دردشه القهوه اللي احنا بنعملها برضو قيل ساعتها عن العالم اليوم ان السعوديين هم خدوا العالم اليوم او خدوا بعض الجرايد المستقله يعني كانت ابرزها طبعا العالم اليوم لانها تجيب المعارضين المصريين يشتغلوا فيها وتديهم مرتبات مجزيه وبالتالي تضمن ان هم ما يشتموش السعوديين.
هل ربما طبعا كانت بدايات البرلمان لبدايات العالم اليوم كان في شراكه بين الاستاذ عماد وبين الشيخ صالح كامل، وكانت السعوديه يعني على راس المال السعودي كان جزء مهم. وطبعا ده معناه كان انه نقد السعودية ما كانش، هو ما كانش موجود على فكرة الأمانة، ما كانش موجود في أي جريدة قومية ولا جريدة مصرية. أنت ممكن تنتقد حسن مبارك ما تنتقدش الملك فهد، دي الظاهرة والملك عبد الله دي الظاهرة كانت وما زالت حتى أنك أنت رئيس مصر في الجرائد المصرية يمكن تستطيع أنك أنت يعني تنتقد انتقادات مرة، ولا تستطيع أنك تقترب من أمير خليج أمير خليج، وده سطوة رأس المال. طبعا ربما يكون هذا يعني كان موجود في فتره من فترات، بس السؤال هل نجح، هل انه في حد محترم علشان يكتب في جورنال ما بيغير ذمته وغير ضميره؟ هذه دي النقطه. يعني ما افتكر انه عندنا يعني الكتاب المصريين ما هماش بهذا الرخص، على الاقل المحترمين اللي فيهم يعني. لا وعلى فكره في نسبه يعني، ما هي الصحافه المصريه اللي بتقود الراي العام العربي. طب استاذ سعد، اذا كان احنا دلوقتي في مأزق، صحافه حزبيه خلاص واصله لنفق خلاص يعني معظمها، صحافه قوميه، وانا طبعا حتى ضد فكره لما حضرتك بتقول ده جورنال حكومي، هو للاسف هم خلوه حكومي، لكن هو قومي. لكن هو كقومي يسع ياخد حضرتك لاقصى اليسار، وياخد حد تاني اقصى اليمين، وياخد حد في النص، لان ده قوميه بشكلها الواسع. انا دلوقتي احنا في مأزق صحافه مستقله يملكها رجال اعمال لهم اجندتهم ولهم مصالحهم وحقهم، وبين صحافه قوميه اللي جنب بتاعها في ايد الحكومه، وبين صحافة حزبية بتدافع عن ايديولوجيا معينة للحزب. المواطن العادي بقى يعني يوصل فين؟ يعني اذا كان هو بين 100 مطرقة او 100 سندان كلها لها اهداف بعيدا عن ارضاء الشعب او الحقيقة نفسها. طيب ده كويس انه نحن نختم حوارنا اللي انا مستمتع به بهذا الموضوع. طبعا انت عندك حق انه انت دلوقتي الصحافة مزنوقة بين سطوة الحكم وبين سطوة رأس المال، وده ناتج عن الوضع المشوه للصحافة في مصر حاليا. انت عندك انت اولا كان فيه قيود على حرية الإصدار للصحف، الحمد لله في الوقت اتغيرت الحكايه دي هتتشال، وهيبقى فيها، وده ربما اهم حاجه حصلت، هي الحاجه الوحيده الجيده التي حدثت هي اصدار الصحف بالاخطار. انا بالنسبه لي اصدار الصحف يعني ايه حريه اصدار الصحف، انا رايي ان ده ما هو ده لا هو ده الخروج من المأزق، لانه بالنسبه لي حريه الاصدار يعني ايه؟ يعني حق كل قرية من 4000 قرية المصرية تعمل جريدة والمدن انها تعمل جرايد، لأن الصحافة المصرية ما زالت ظاهرة قاهرية فقط فقط، ما لاش أي قاعدة اجتماعية، في حين أن الصحافة روح أوروبا وروح أمريكا وبتاعها تلاقي الصحافة اللي مقاطعة ليها، فجورنال بتاعها الراديو بتاعها التلفزيون بتاعها، والحمد لله أن التكنولوجيا الحديثة جعلت ذلك مسألة ميسورة جدا وبتكاليف زهيدة، تستطيع أي قرية أنها تبقى من حقها تطلع جرايد. ده 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 هيبقى في عندنا الخروج من المسألة ديت يعني الثنائيات ديت بتاعت السلطة ولا رجال الأعمال، لا الفلاحين يطلعوا جرايد، المدن تطلع جرايد وتعمل محطات الراديو بتاعها وما إلى ذلك. وده ما تعملش فوضى يا استاذ سعد؟ لا شوف، بكل حاجه بتعمل فوضى في البدايه، انما بتستقر بعد ذلك، لانه انت في الاخر مش هتقاد الحكايه، القانون هو الفيصل، وانت عندك قانون في مصر هنا، عندك غابه من القوانين اللي فيها عقوبات غليظه جدا، بل بالعكس ده احنا عاوزين ان احنا نغير كثير من القوانين، لانه القوانين المصريه ما زالت فيها مواد كثيرة معادية لحرية التعبير،
وعلى رأسها القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر. وده مش للصحفيين بس، بالمناسبة لأي حد. وإحنا عندنا طبعا في دار التحرير إحنا عندنا سبق إنه إحنا اتحبس قارئ لجريدة المسا عشان كتب حاجة، كتب قارئ. ده أفتكر بداية الموضوع الخروج من ده، إنه يبقى عندك صحافة حقيقية للناس والناس هم اللي بيعملوه. إنما أنت بتتكلم عن الريف بصفتك إيه الوقت؟ ولا أعرف أي حاجة. يعني الناس اللي قاعدين هنا في شارع الصحافة بيتكلموا عن الفلاحين وعن البدو وعن مش عارفين، ما احنا واحيانا بيضحكوا علينا طبعا يعني. فانت في الاخر متخلي البدو هم اللي يعملوا جرايد والفلاحين يعملوا جرايد والقرى والتعديات تعمل، يبقى عندك قاعدة عريض. دي اللي هتطلع لك بعد كده طه حسين، وهتطلع لك محمد حسين هيكل ومحمد حسن هيكل، وطلع لك صحفيين كبار من القاعدة دي الكبير. ويبقى في البلد في جورنالين ثلاثة قوميين. امريكا بقلة قدرة فيها كم جورنال قومي؟ اليو اس اي توداي وجورنال تاني، والباقيين كلها هتلاقي حتى اسماء نيويورك تايمز واشنطن بوست باسماء اسماء مدن يعني مش عارف في لوس انجلوس تايمز حاجات كده. ده في العادي يعني. انما هذه المركزية دي بنت التسلط، دي صح، ده اعلام التسلط، اعلام الوصاية على الناس. احنا مش اوصية على خلق الله، وما احناش متحدثين باسم الناس. فليخلق المصريين اعلامه، وده الامل بالنسبة لي. والان مع انه مع ثورة التكنولوجيا ومع الثورة المصرية الاثنين، يعني عندنا ثورتين متزامنتين، الثورة المصرية وثورة المعلومات، دول هتلاقي فيها هتلاقي عندنا اعلام مختلف. وبعدين بص لمسؤولية الإعلام الجديد عن إطلاق شرارة ثورة 25 يناير، وبص لغاية الوقت عن الإعلام الجديد وتأثيره في استمرار الثورة. يطلع بتاع الرجل بتاع مجلس الشورى ده واللي عامل الوصاية على الصحف يقول الكلام الفارغ اللي بيقوله، يقول زي ما عايز، ويطلع يعملوا اللي هم عايزين. هيطلع لك أنت الوقت طلع لك إعلام جديد. هذه الظاهرة دي اللي بتراهن عليها في المستقبل. عشان كده أنا أراهن على إعلام المواطن. ده مش بيعمل تفتت زي ما في مخططات لتفتيت الدول، يعمل في مخططات لتفتيت الإعلام بحيث إنه يفقد تأثيره وقوته. يعني تعرف زمان يعني كان يقول لك إن إحنا نفقد الصحفيين قيمتهم لما نعمل 50,000 صحفي، بدل ما يبقى عندنا مجموعة قليلة فتبقى قيمتهم وهيبتهم تتشال، لما بدل ما يبقى عندي 3-4 جرايد يبقى عندي 50 جورنال. لا شوف، ولا في الإعلام المسألة، الإعلام والفكر مسألة مختلفة. لا تعالى هقول نحسب الوقت لما أقول لك لما تمشي مع الفكرة اللي أنا بتكلم فيها دي. والله قرية كفر العجر في المنصورة دي مثلا، الفلاحين هناك ولا المثقفين اللي فيها خريجين اعلام مش خريجين اعلام عملوا جورنال. هو الجورنال ده هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن الجمعية التعاونية الزراعية، عن مشاكل تسويق الحاصلات الزراعية، عن مشكلة كذا، عن العمدة بتاعهم بيعمل ايه، حرامي مش حرامي، عن ومحمود كل المحافظ الهموم بتاعي. وبعدين ممكن جدا انه يكتبوا في التحيه عامه ان والله مش عاجبه الرئيس مرسي، مش عاجبه جبهه الانقاذ، مش عارف ايه، هيشارك في الشأن، بس هيبقى ده الثانوي. انما الاساسي بالنسبه له الاهم اللي بيتكلم عن الواقع بتاعه. عشان كده مثلا لما الصحفي يجي بيبدا الكارير بتاعه في امريكا، وبيبدا عاده بيبدا بقسم المحليات، لا مش المحليات، بيبدأ بقسم التعازي. تعازي الوفيات. لأن الوفيات مش زينا بقى هنا، انك انت بتنشر اعلان فيه انه توفي فلان الفلاني ابن كذا ويلفق تاريخه الاجتماعي. ده بيبدأ والله مات في القرية ديت واحد، فيبدأ الصحفي ده يدور على السيرة بتاعته وعمل ايه بما فيها سلبياته وايجابياته، فيبقى شكل من اشكال التحقيق الصحفي المثير جدا. وباب الوفيات ده هو المدخل الذهبي، البوابة الذهبية لكبار الصحفيين دلوقتي. ده الإعلام بيبدأ، مهنة الإعلام بتتربى كده. فأنت عندك تفتت إيه؟ أنت عندك، أنت هيبقى في كل ده هيطلع لك في الآخر في من ده هتطلع بالروح العامة اللي هتحطها هنا بقى. مش هتفلت بقى برضو من سطوة الكبار،
انه في الاخر هتبقى الاعلام اللي على النطاق الوطني كله واسع هيبقى برضه في ايد مين الاكثر تاثيرا؟ الاكثر تاثيرا دي اللي في الحكم يا اللي معاه فلوس. علشان كده المفروض الى جانب حريه الاصدار وحريه اقامه محطات الاذاعه والتلفزيون تملك في انك انت تعمل تبتكر اساليب لاعلام الفقراء اعلام المواطنين تعاونيات الاعلام وفي تجارب عالميه جديره بالاهتمام. يعني شوف مثلا كانت مثلا من الجرايد اللي كانت بدات التجربه ديت وواجهت مشاكل كانت لومون فرنسا واخد بالك. ففي تجارب كتيره نعمل وفي اساليب جديدة انك نبتكر. يعني مثلا احنا فكرنا فتره كان يعني عدد من الناس انه بعد الثوره انه نعمل محطه تلفزيون بالكتاب الشعبي اسمها الشعب يريد. وبدانا خطوات في الحكايه دي بس الفلوس جت في الاخر ما جت في الاخر حصل وحاجات ذاتيه ومش ذاتيه وبتاع. انما يعني ايه الهاجس موجود والتفكير موجود واعتقد انه هيبقى الـ 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 المستقبل هيبقى فيه افضل كتير جدا وهيبقى فيه فرص احسن لاعلام افضل. مصر تستحق اعلام افضل كثيرا جدا من الاعلام الموجود. وشكرا للتكنولوجيا انها أكبر من صلاح عبد المقصود وكل وزراء العالم العربي ما فيش حاجة وكل رؤساء تحرير وكل رؤساء القومية العامة والخاصة لا ما عادش يعني دلوقتي الكاتب يعني زمان كان لما يتمنع مقال كاتب خلاص في السر دلوقتي هو سبب الشهرة أي كاتب إن هو يتمنع مقاله نشر المقال الممنوع. لا يعني أنا متفائل جدا بالنسبة للمهنة متفائل بالنسبة لمستقبل مصر ولكنه تفاؤل مشوب بحذر شديد ومخاوف شديدة وإحساس كبير بمسؤولية النخبة الجديدة والنخبة القديمة اللي ما الذي تبقى عندها ذرة من الشرف في الاستمرار يعني في النهوض بهذا البلد ولو عندها دم ترحل طبعا أستاذ سعد آخر سؤال بقى حضرتك كنا قبل الثورة عملنا برنامج كده وحضرتك قلت لي مقولة أو نقلت لي مقولة اتقالت مقولة لسه بترن في دماغي كتير جدا وكل ما أشوف المسألة ألاقيها الدين لو ارتبط بالمال يعمل إرهاب والسياسة لو ارتبطت بالمال تعمل فساد مظبوط. إلى أي مدى هذه المقولة صالحة للتطبيق الآن؟ هل إحنا داخلين في إرهاب جديد ثوب دين وفلوس في مواجهة فساد فلول قبل كده بيدافعوا عن استمرارهم بالمال والسياسة؟ نحن قدام الاثنين قدام الحاجتين وزي ما بقول كده الحزب الوطني لم يتم حله هو فقط أصبح الحزب الوطني فرع المعاملات الإسلامية نفس وبعدين لاحظ كده شوف طيارة الرئيس رجال الأعمال مين اللي بيركبوه مع مين اللي بيصاحبه الرئيس نفس رجال حسن مبارك مضافا إليهم حسن مالك وخيرت الشاطر ورجال الأعمال الإخوان بدل أمانة السياسات دلوقتي في جمعية مش عارف ابدأ ولا اسمها ايه بتاعت حسن مالك دي نفس الشيء ما فيش لا جديدة تحت الشمس ولا جبهة الإنقاذ جبهة الضمير وبدل وفي مواجهة جبهة الإنقاذ بتطلع له وهو طبعا ضمير مستتر وتقديره هي وهي يعني الجماعة نفس الشيء والعلاقة بين الدين زي ما انت بتقول برضو انت شايف الفتاوى وشايف التنظيمة وشايف التهديدات وشايف وبص الحاجة اللي احنا ما بنتكلمش عنها خالص وكأنها مش موجودة سينا فين سينا المصرية النهاردة التي خرجت من السيادة المصرية والتي يحكمها مجموعة من الجهاديين السلفيين الذين يعلنون على الملأ انه هدفهم إقامة إمارة إسلامية في سيناء بمباركة إخوانية ولا يا أستاذ والله انا ما ليش دعوه انا بقول ان الرئيس محمد مرسي قال انا اللي هقود هذه العمليه بنفسي عمليه نسر بنفسي من ساعه ما اتقتلوا 16 من ابنائنا في رمضان الماضي ماذا حدث العمليه اللي حصل فيها ايه سينا فيها ايه معلوماتي انا شخصيا ان سينا ما فيهاش محكمه واحده بتعمل ما فيهاش قسم شرطه بيعمل فيش اي مظهر من مظاهر الدوله المصريه موجوده في سينا
وبعدين ايه بقى الاخطاء، ماذا سترتب على ذلك من اخطاء. وده مظهر من مظاهر الارهاب اللي بدا يبقى موجود. وبعدين في كلام كثير من انه المذبحه اللي حصلت في بورسعيد في تشييع جنازه ديت كانت عناصر جايه من سينا من وربما من وراء سينا كمان من حماس. فالاوضاع طبعا الارهاب موجود والفساد موجود. انا تعبتك وارهقتك لكن انا استمتعت، ويعني نورت مصر المحروسة ونورت مكة مصر المحروسة. وبنبرة الأمل والتفاؤل المشوب بالحذر بننهي هذا اللقاء، لكن مع وعد ان احنا هنتقابل تاني بإذن الله، وإبحار جديد في عالم وفكر الأستاذ سعد هرقس. وبعدين يا سيدي ما احنا عندنا نموذج عمل يهوت للإعلام، انت مش دي مصر المحروسة دي شكل جديد من الأشكال الإعلام اللي بعيد عن السلطة شوية، بعيد عن السلطة قريب من الناس، مش عارف في هذه المبادرات هتلاقي آلاف المبادرات زي كده موجود. يعني يموت الزمار وإيده بتلعب ويموت الإعلام. وتمنياتي لمصر المحروسة بمزيد من الازدهار. الله يخليك، شكرا جزيلا، سلام عليكم.